السلام عليكم، حياكم الله، طال عمرك في بلادكم وعندها لكم. الأخ الصديق العزيز الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، يسعدني سيدي أن أرحب بكم بين أهلكم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأحيي من خلال شخصيتك الكريم سيدي الشعب السعودي الشقيق، متمنيا للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا دوام التقدم والازدهار والاستقرار. لعل أفضل ما أبدأ به عن الحديث عن العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية هو كلام والدنا المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، عندما سئل عن السعودية فقال: دولة الإمارات العربية المتحدة هي مع السعودية قلبا وقالبا، ونؤمن بأن المصير واحد، والمفروض علينا أن نقف وقفة رجل واحد وأن نتآزر فيما بيننا. صاحب السمو الأخ العزيز الشقيق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي أصحاب السمو والمعالي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أن أنقل تحيات خادم الحرمين الشريفين ملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وأطيب التمنيات لسموه بوافر الصحة والعافية، وإلى الشعب الإمارات الشقيق بدوام التقدم والرفاه. ويسرنا وجودنا اليوم بين أشقائنا للمشاركة في الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي الذي يعتبر منصة نموذجية لتحقيق رؤى القيادتين نحو تعميق التعاون وتعزيز التكامل بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم مصالح شعبيهما الشقيقان ويعمق روابط الأخوة التي تجمع بلدينا. كما أنني سعيد أن أكون بينكم وفي بلدنا الثاني في قرب ذكرى اليوم الوطني لدولة الإمارات المتحدة.